ايه اللي جاي في سوق الذهب؟ وبعد اللي حصل النهارده هل ممكن تتحقق النبوءه اللي قلنا عليها ويوصل الجرام ل 7000 جنيه؟ تعالوا نشوف ايه الحكايه ونشوف هنا في بنكير قلنا ايه من شهور عن الذهب. النهارده اسواق الذهب في العالم كانت عايشه في صدمه حقيقيه بعد الارتفاعات القياسيه في اسعار المعدن الاصفر عالميا واللي وصل لمستويات غير مسبوقه بالبورصه العالميه حسب جولد بليون. ولو لاحظنا كويس هنلاقي ان سعر أنصة الذهب العالمي بتزيد دايما طول شهر مارس اللي شهد تسجيل اعلى مستوى تاريخي للذهب وسط تزايد التوقعات بخفض اسعار الفايدة الامريكية الى جانب تزايد الطلب على الملاذ الامن، وبالتالي الاقبال على الذهب بشكل كبير دفع السعر الى مستويات قياسية. النهارده كمان افتتح سعر أنصة الذهب العالمي تداولات شهر ابريل بتسجيل اعلى مستوى تاريخي جديد عند 2265 دولار للأنصة، وزاد بنسبة 1% ليتداول في منتصف اليوم عند مستوى 2254 دولار للأنصة. طيب وبعدين ليه الذهب بيزيد بالشكل ده؟ عامة احنا شرحنا ده كتير وقلنا ان الذهب ليه علاقة مباشرة بسعر الدولار وهما الاتنين عكس بعض، ولو الدولار نزل يبقى الذهب هيطلع على طول، ومع توقعات خفض الفيدرالي الفايدة على الدولار اسعار الذهب ولعت في العالم كله، ومع زيادة الطلب على الذهب لانه ملاذ امن من قرارات الفيدرالي الامريكي المتوقعة. وفي اسباب تانية لارتفاع اسعار الذهب وهي صدور بيانات تقرير الوظائف الامريكية عن شهر فبراير اللي اظهر ارتفاع في معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 3.9% باعلى من التوقعات، وده معناه زيادة توقعات الاسواق في قيام البنك الفيدرالي بخفض الفايدة خلال شهر يونيو لتصل احتمالات الاسواق الى 75%. كل اللي قلنا عليه ده مهم، ولكن الأهم اللي لسه هنقوله وهو مصير أسعار الذهب في مصر، وهل فعلا ممكن يوصل الجرام لل 7000 جنيه؟ بنفكركم اننا من فتره قلنا هنا في بنكير يا جماعه الذهب داخل على ايام صعبه في 2024، وفي توقعات كتيره بتقول ان الاونصه هتوصل ل 3000 دولار، وبحسبه كده وقتها قلنا ان بالجنيه المصري ممكن الجرام عيار 21 يوصل ل 7000 جنيه، واللي حصل النهارده بيقول ان اي توقعات ممكن تحصل. وخلي بالك احنا كنا بنتكلم وقتها وكان سعر الاونصه 1870 دولار ودلوقتي بقت 2256 دولار، يعني الحكايه قربت. كانت معاكم سارة مجدي من بنكير. بنكير نبض البنوك.